اليوم كيف ما وعدنا المستمعات على يعني اننا غادي نتكلموا على الفوائد التجميليه للبطاطا الحلوه وكنعرفوا ان البطاطا الحلوه من بين الخضر الغنيه بالفيتامينات الضروريه للجسم وعندها فوائد كثيره وضروري اننا نستهلكوها باستمرار يعني في الموسم ديالها نستافدوا منها وكذلك مع التغذيه ضروري اننا نستعملوها كوصفات طبيعيه وكاقنعه لانه عندها فوائد تجميليه مهمه جدا وهي اللي غادي نعرفوها معك اليوم بالفعل سناء حنا كل ال... خضر اخرى إلا عندها عندها فائده ديالها ديالة. ديالة على البشره ولا الصحه ديالنا اليوم البطاطا الحلوه لان البطاطا الحلوه من بين الخضر اللي كتعطي واحد ال... و... اللي كتعطينا واحد النتيجه فعاله الا استعملناها كاقنعه خارجيه وخاصه الناس اللي عندهم التهابات واللي عندهم الاحمرار ديال البشره واللي عندهم الحروق اللي كتكون ناتجه تاع الفران ولا على الشمس كنحاولوا ناخذوا البطاطا الحلوه كاقنعه بطاطا حلوه كمحلول كنرشوا به البشره ديالنا وكمحلول الشعر كذلك مهم اليوم ان شاء الله غادي نعطيو نعطيو الاقنعه والوصفات بالبطاطا الحلوه حنا كنعرفو البطاطا الحلوه غنيه بالمعادن وغنيه بالالياف يعني فيها واحد نسبة عاليه ديال الالياف الناس اللي كيبغيو يتبعو يعني الحميه ديال التخسيس ممكن انهم يتكون من بين الوجبات ديالهم سواء بالبطاطا الحلوه كعصائر كشربات ك يعني آه كمقبل يعني تكون مع الزبيب مع تكون المهم كنوعوها في الطبله مم. واليوم ان شاء الله غادي آه نحاولوا آه نهضروا على البشره اللي عندها التهابات والبشره الحساسه والبشره اللي كتعرض آه يعني آه كنقولوا حنا دغيا كتعرض للاحمرار خاصه ملي كنخرجوا نعاونها البطاطا الحلوه نعم البطاطا الحلوه كنديروا واحد القناع قبل ومحلول بالليل وكت... وان شاء الله غادي تعطي نتيجه واخا بالنسبه يعني لاستعمالات البطاطا الحلوه بالنسبه للبشره اللي عندها احمرار ولا التهابات او للبشره الحساسه كيفاش ممكن تستعمل يعني القناع او الوصفات الجميليه ديال البطاطا الحلوه كناخذوا البطاطا الحلوه نغسلوها مزيان ما كنقشروهاش اه نخليوها ديك القشره الحمراء ديالها القشره الحمراء إيه. كنديروها في من التراب نقطعوا إيه. طريفه صغار ونديروها في الخلاط الكهربائي مع ربع كاس ديال المورد. ورد كنطحن آه ال... اييه من بعد كنصفيوها واحد الصفاية المهم هي كتصفى كلها غير احنا الا كان الخلاط الكهربائي مزيان راه كتطحن كلها كتطحن كلها يعني ما تحتاجش الا كان الخلاط الكهربائي شويه كيخلي شي طريفات كنصفيوها كنحصلوا على واحد الخليط يعني بالبطاطا والماء ورد كنديروه في واحد البخاخ ديال الماء وكنضيفوا معاه جوج معالق ديال زيت اللوز هذا كبخاخ كنرشوا به البشره ديالنا قبل ما نخرجوا وباللي ملي كنجيو نعسوا كنرشوا البشره ديالنا كيقوي السمك ديال البشره وكذلك كيحيد الالتهابات والحمرار اللي كيكون على البشره كذلك بالنسبه للقناع القناع يمكننا نديرو بطاطا خضراء يمكننا نديروها مسلوقه يعني كنجيبو بطاطا حلوه ونقشرو نغسلوها مزيان ما كنقشروهاش كنديروها فواحد الكاسرونه مع شويه الماء غير تغلي واحد جوج غالية ثلاثه كنصفيوها كنديروها في الخلاط الكهربائي مع صفر بيضه بلديه مع معلقه ديال العسل الحر فار دبل بلدية ومعلقة ديال العسل الحر كنطحنوها والاضافات اللي كنضيفو كنضيفو معلقه ديال الزيت النباتي اي زيت عندنا ما عندناش كنكتفيو بزيت العود هذا قناع فعال لتقويه سمك البشره ومحاربه التجاعيد وخاصه تحت العين واخا نوصلو تحت العين بدون تخوف يعني قناع نديروه على البشره ديالنا وتحت العين بحال دابا كنا شحال هذه شحال من مره اكدنا على ال 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 البطاطا يعني العاديه بالنسبه للسيدات اللي كاينين يعني هكا في الباديه واللي مضطرات انهم يخرجوا مثلا للحقل هكا مثلا باش يتعرضوا لاشعه الشمس بشكل اللي هو طويل وكنا دائما كتنصحيهم يستعملوا البطاطا يعني العاديه بالنسبه للبطاطا الحلوه داكشي علاش قلتي اليوم بانها كتعاون السيدات اللي عندهم البشره حساسه ولا عندها احمرار ولا عندها التهاب هي البطاطا كلها مهمه للبشره ديالنا غير حنا دابا بغينا نستغلوها راها موجوده البطاطا الحلوه الموسم ديالها الموسم ديالها والبطاطا أو... الحلوه فعاليه ديالها اكثر من البطاطا العاديه لانها غنيه بالمعادن ومعادن النحاس وغنيه بالالياف هنا كنحتاجوها كمحلول وكنحتاجوها حتى للشعر للناس اللي عندهم مشكل ديال تساقط الشعر الا خدينا القشره ديال البطاطا الحلوه نغسلوا البطاطا الحلوه ونحيدوا منها ديك القشره ديالها كنحصلوا على واحد الزلافه ديال القشره كنديروها في كسرونه كنديروا معها تقريبا واحد نص كاس ديال الرز داك الرز المهرس وكنكبوا عليه كاس ونص ديال الماء طايب ونخليوها يعني نخليوها البس ديالها كلها الصباح كنصفيو داك الماء اللي رقدنا فيه القشور ديال البطاطا والرز وداك البخاخ كنرشوه على دي دي الشعر ديالنا كيحد من التساقط ديال الشعر وكيلينا الزغبه ديالنا وخاصه ملي دي كتكون البشرة ناشفه هذا محلول رائع للشعر ونتمنى ان المستمعات يجربوه يعني البطاطا الحلوه استعمالاتها على البشره وكذلك حتى على الشعر اللي ممكن انه مثلا البطاطا الحلوه يعني بالقشره ديالها تغسل مزيان ونطحنوها وهذاك المنشقو به الشعر ديالنا الاضافات اللي ممكن نضيفو مثلا على الا بغينا نديروها هكا يعني نطحنوا البطاطا الحلوه بالقشره ديالها بعد ما تغسلات مزيان وملي كتولي مطحونه مزيان كمحلول شنو الاضافات اللي نزيدو كزيوت ولا كخلطات اللي نديروها على الشعر ديالنا مثلا قبل الحمام البطاطا الحلوه يمكننا نضيفو معها معاها جميع الاضافات يمكننا نضيفو معاها الزعتر يمكننا نضيفو معاها الماء ديال البصله كنا نضيفو معاها العسل الحر نضيفه مع زيت ارغان يعني الا كانت هي كاساس يعني ككريم اساس اي اضافه درناها الا وكيكون عندها واحد المفعول جيد سواء على البشره ولا على الشعر مثلا بغينا نديرو واحد القناع للشعر وخاصه الناس اللي يعانوا من التقصف والناس اللي كيديروا المجفف الكهربائي كل اسبوع يحاولوا يديروا هذا القناع قبل ما يمشيو للحمام اللي فيه واحد البطاطا حلوه يعني اما مشويه ولا مسلوقه في الماء كنطحنوها مع صفار بيضه بلديه مع جوج معالق ديال العسل إيه. صفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال العسل كنحصلوا على واحد الكومبوت يعني واحد الخليط خليط إيه. عاقد إيه. عاقد إيه. وكنضيفو صفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال دي دي العسل, إيه. العسل الحر يمكننا إيه. اذا كانت البشره اذا كان الشعر ناشف يمكننا نضيفوا اضافات ديال زيت اما زيت ارغان ولا زيت العود ولا زيت اي زيت نباتي عندنا غير نعرفوا إيه. الاصل ديال ديال المصدر ديال الزيت بالنسبه لهذا القناع نديروه بحال اللي كنديروا الترطيبه الشعر ديالنا ونخليوه واحد المده ديال ساعه ساعتين ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا كذلك يمكننا نديروه اضافه ديال الرز كناخذوا نص نص, نص، نديروا بطاطا واحده نقطعوها مع ربع كاس ديال الرز كيطيبوا مع بعضياتهم حتى كيطيبوا مزيان من بعد كنطحنوا هذه المكونات هذه كلها وكنضيفوا ثلاثه المعالق ديال العسل ونص اما عصير ديال البرتقال ولا ديال الكيوي اللي عندنا الماء ديالو كنخلطو ونديروه كقناع للوجه ديالنا والجسم ديالنا كله كمرطب وكمبيض للمناطق الحساسه لانه هو رائع وهذا نتمنى ان المستمعات هو يجربوه يعني استعمالات عديده للبطاطا الحلوه يعني في الاقنعه الطبيعيه التجميليه سواء العنايه بالبشره بالشعر بقى لنا بالنسبه التبريمه اللي ممكن اننا نديروها للجسم ديالنا كله من البطاطا الحلوه ناخذ البطاطا الحلوه اييه دائما نسلقوها ماكانش يمكننا نديروها خضر اللي عندها الماكينه ديال دي العصاري يمكن لا تاخذ غير لوجو ديال البطاطا اييه كنضيفوا معاه ياغورت طبيعي وكنضيفوا معاه الماء ديال العنب هذا غوماج رائع للبشره قبل الحمام ياغورت طبيعي والبطاطا الحلوه البطاطا الحلوه والماء ديال العنب ديال العنب وحتى الماء ديال الهنديه يمكننا نضيفوه ايه. لان هادو كلهم فواكه موسميه نستغلوها في, في الاقنعه قبل من نهايه الموسم ديالها اي ونخلطوا هادشي كله نطحنوه ونخلطوه وندهنوا به ونركزوا ديالنا ونركزوا على المناطق المناطق الحساسه لانه مبيض للمناطق الحساسه ايه. وكذلك يمكننا ناخذ الرز الا خدينا غير نص كاس ديال الرز وطيبناه وضفناه وطحناه وضفنا معاه الماده الهولاميه ديال زريعه الكتان ونديروا معاه بطاطا وحده حلوه يعني طحناها هذه تبريمه للجسم الشعر. يعني الشعر الشعر واخا وكندير وكنديرو على الشعر نخليوه نص ساعه البطاطا الحلوه وفيها هذيك الماده الهولاميه اللزجة بعد ما يعني طيبوها صخ... سخنا يعني زريعة الكتان في الماء وصفيناها ونضيفوا معاها الرز الروس. المادية الروز الماء ديال الروز الماء ديال الروز اما الروز نطيبوه وناخذوا ديك الماء ديالو اما نرقدوه وناخذوا غير الماء ديالو اللي يا اما الروز خضر ونرقدوه وداك الماء هو اللي نستعملوه اما نسلقوه وملي كيطلق لينا داك النشا هذاك الماء هو اللي كناخذو كناخذوه هو اللي كنديروه كقناع على الشعر هذا قناع على الشعر مرطب وبالنسبه لتبريمه الجسم قلتي لنا البطاطا الحلوه سواء يعني طيبه أو يعني من الاحسن تكون بالقشره ديالها مطحونه ومع ياغورت مسوس ومع الماء ديال العنب اولا الماء ديال الهنديه الماء ديال الهنديه تبارك الله عليك حرية دائما الجديد وهذو وصفات يعني تجميليه طبيعيه اللي مناسبه لكل انواع البشره كل السيدات ممكن يستفدوا منها هذا الموسم ديال البطاطا الحلوه